وأعجبني شجاعته طول الموسم وهو يلعب بالأربعة ثلاث ثلاثة. نعم واضح المطر غزير ما شاء الله في فوق الأنفل. لكن نعم. أمام برشلونة في الأولمبيكو غير إلى الثلاثة أربعة ثلاثة. حضرات المشاهدين الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مساء الفل للناس الكل. الليلة أغلى المنافسات الأوروبية تعطينا قمة نارية إنجليزية إيطالية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هنا في استاد أنفيلد التاريخي بين ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي. وماني الحكم الألماني فينيكس بريش يعطي ضربة البداية ماركو فان باسن. هذه كرة وتشيكو التسويب بالكرة فخر العرب أمام من يعطي صلاح وتسويب صلاة دفاعية. وهذه كرة كولاروف وبعيدة لفلورين خطيرة فيرمينو جول غريبة فيرمينو كان وحده بكودرسون. يا سلام روبرتسون إلى الأمام يوسع وماني يتحرك على اليمين دانيال دي روسي يوصل كرة. يا سلام نايكولان على اليسار إمكانية كولاروف اللي يوسع العاصمي النصر العاصمي فريق لاتسيو. وكرة ثانية ويني ألكسندر كولاروف كرة جول قوية صاروخية والصربية ترتد كرة ممتازة لتشابس ميلنر وكرة صلاح مرة أخرى ينتظر يرتقب صديق الأمس عدو اليوم وهذه تسعة فيرمينو اللي وسع وأليسون بيكر شدو السنغال هرب جول جول لا أليسون بفرحة يروح ويوسع. ما هذا شنو هذا الليفر. شوف محمد صلاح عملية سريعة جول محمد صلاح على اليسار محمد صلاح جول أم لا صلاح كل العرب بأقدام من ذهب. يا عيني يا عيني يا عيني يا صلاح يا عالمي هدف الموسم هدف الموسم أجمل أهداف المعمورة باليد. علاش الليفر مع محمد صلاح بإمكانه يلعب الدور النهائي. يمكن أن أقول يعجز القلم واللسان. كرة وماني يريد المراوغة فلورنسي ينزل خبرة كبيرة لميلنر يعطي كرة يا صلاح صلاح جول شنو هذا شنو هذا لا 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 يا كرة لا. تعظيم سلام من كل أرجاء المعمورة لأقوى كرة محمد صلاح خرافي من كوكب آخر من كوكب زحل ليس من كوكب هذا البشر. محمد صلاح بأقدام الذهب يعاني روما فريقه السابق.